السلام عليكم، حياكم الله جميعا. بعض الناس يسجن نفسه أو يصف نفسه بوصف، مثلا يقول أنا عصبي أو أنا صريح أو أنا طيب أو أنا جريء، ويسبب بينه وبين اللي حوالينا مشكلة. فمثلا أنا عصبي، خلاص لازم تتحملوني، لازم أنا عادي أقعد أصرخ على فلان وعلى علان وأضايق هذا وذاك، وأنتم تحملوني، أنا عصبي أو أنا صريح أو أنا طيب، هذا طبعي. لا، حاول أنه تصف الأشياء أو تسمي الأشياء بمسماها الطبيعي، وتقعد بينك وبين نفسك وتعالج هذا الموضوع أول بأول. وكل شيء وله علاج. غير كذا أنه حتى في الدين الإسلامي لها ضابط، لها ضوابط شرعية. فمثل ما قلنا أنه لها ضوابط تحكم كيف إحنا نتعامل مع هذه السلوكيات. وغير كذا في علاج، في متخصصين أروح وأجلس معهم وأحاول أدرب نفسي على اكتساب السلوكيات اللي تسمح لي بالتعامل بيني وبين الآخرين باتزان. وغير كذا على أساس أنه ما أسبب لنفسي ضرر ولا للآخرين. وقد يكون غالبا قد يكون مصدر هذه السلوكيات المزعجة القلق.